أهلا بحضراتكم. نعت مصر رئيس الجمهورية الإيرانية إبراهيم رئيسي وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ومرافقيهم الذين وافتهم المنية إثر حادث أليم. وتقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بخالص التعازي والمواساة إلى الشعب الإيراني الشقيق، داعيا الله عز وجل أن يتغمد الرئيس الإيراني الفقيد والراحلين بوسع رحمته ويلهم أسرهم الصبر والسلوان. كما أعرب الرئيس السيسي عن تضامن مصر مع القيادة والشعب الإيراني في هذا المصاب بالجلل.